دونك مذكرة الحكم ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ. هذا انتصار للديمقراطية، انتصار للحرية، انتصار لحرية التعبير، انتصار لولد الكنز اللي عمره ما شك في روحه وعمره ما شك اللي هو قام بعمل فني. احنا فرحانين، لكن هذا انتصار تاريخي لكنه جزئي، معناها احنا مش نقوم بالتعقيب، مش نحكي مع العائلة وسنطعن بمحكمة التعقيب. عادل المهم يزيد الشي قضي يوم سجن زيد، معناها زيد هو اللي عداه يكفي. احنا فرحانين، فرحان له، مش نمشي له انا توا للسجن باش نخبروا بهذا الحكم وكذا. منظمة العرف الدولية كانت عرفت على موقفها وتنديدها بتصاعد انتهاكات حرية التعبير في تونس، خاصة من خلال استهداف الصحفيين واستهداف الفنانين والنشطاء، والمحاكمة هذه تندرج في إطار التضييقات على حرية التعبير. في نفس الوقت المحاكمة هذه تشكل انتهاك لالتزامات تونس الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي صادقت عليه تونس ويضمن حرية التعبير الفني. صحيح في الغنية موجود دعوة أو تحريض على العنف، احنا ما نتبنوه هذا، لكن اللي ندوا به وخاصة طلبوا السلطات القضائية بضمان شروط المحاكمة العادلة وباتخاذ أقل العقوبات الممكنة من أجل عدم التضييق على حرية التعبير.